أريد أن أرحب وأقرأ بين أيديكم هذه القصيدة الجميلة يقول يا قارئ القرآن أقبل وانتبه وافهم هديت لرشد كل عبارة شيخ المهارة قد أتاك مترجماً كل الذي يعنيه لفظ مهارة من طيبة الأطياب جاء محلقا وافى إليك تقله طيارة لعظيم قدر الأمر جاء محلقا جوا ولم يركن إلى السيارة وإليك يا رمز المهارة أبعث القبلات صدق مشاعر وحرارة يا أخضر الإتقان دمت معلماً وموجهاً لمهارة بجدارة منذ التقيناك التقينا كنزنا وبك اغتنينا عن سواك غزارة يا شيخ قراء المدينة مرحباً فجمال حرفك خضرة موارة أنا حللت نشرت إتقاناً كما أنا حللت نشرت إتقانا كما نثر الجمال سحابة مدرارة فابعث لآيات من الآيات ما يثري ويغني خبرة ومهارة والشكر يا آيات والشكر يا آيات منا واجب يا مكرما شيخي رزقت جواره ويعم يوسف شكرنا وكذاك من خدم اللقاء بغبطة وحرارة والله يحفظ شيخنا ويعينه وعليه يفتح بالبيان حوارة ويحوطه برعاية من عنده وبجنة الفردوس يصبح دارة هذه القصيدة من محبكم تلميذ الشيخ الأخضر الشريف عبد الناصر خديش ويهديها لشيخنا ولقناة آيات التي تفضلت بهذا اللقاء وأسهمت كثيرا في هذه أو هذا الجمع المبارك.